احكي لكم على رمضان بسوريا. يا الله يا الله, كيف يا الله يا الله يا ابو سلطان. اول شيء بس قولوا امين هيك ان شاء الله. آمين. ربي يرجع آمين. الامن والامانه الى ويرحم امواتهم ويرحم شعبهم. آمين. يعني آمين. برمضان بسوريا في له نكهه حلوه. كيف بتلاقي فيه روحانيه؟ بتحصل الصحن يعني من اول الحاره لاخر الحاره بتلاقي صحن بينتقل من بيت لبيت. يعني مثلا واحدة عاملة فتوش تبعت لجارتها سكبة فتوش بترجع لها تبولة تبعت لها رز بازيلا بترجع لها أكلة تانية. بتلاقي الصحن بدور من أول بيت من أول حارة لآخر الحارة. يا سلام. تيجي بعد الإفطار بتجمعوا هالرجال هالحريم بيروحوا تراويح مثلا بيرجعوا بعد التراويح بيقعدوا مثل سمرية ليل مثل هالقعدة اللي قاعدينها الحلوة اللي احنا هاي بضلوا بيحكوا يا بتلاقي بيفتحوا باب ذكر هيك يعني بيذكروا رب العالمين او انه مثلا بيتسابقوا على ختمة قرآن. هاي بتكون الاجواء كلها. بالنهار بتلاقي في نوع من الالفة شوي الروحانية كمان. الاسواق شغالة وكذا بس انه ما في تنافس غير شريف بتلاقي بين المحلات. يعني مثلا افترضنا انا وياك ابو رزيق عندنا محلين قدام بعض. من زمان ما كان في محل له باب لمحل ما في له. كان يحط كرسي ويروح على الصلاه ويرجع والكرسي محطوط على الباب ما حدا بيتعدى هذا الكرسي. مثلا انا وياك فاتحين محلات قدام بعض بتلاقي مثلا اجاني انا فتحت قبلك الصبح بيجي زبون لعندي بعته هاي الاستفتاحيه بعته. انت اجيت بعد مني مثلا بنقول بعشر دقائق ربع ساعه فتحت لسه ما استفتحت. انت اذا اجاني زبون ثاني عرفتي بقول والله انا استفتحت روح لعند جاري. يعني بيقاسروا على نفسه انه روح لعند جاري لسه ما استفتح عرفتي. هي بتلاقيها برمضان. الحلو انه بعد رمضان بصير بتلاقي بيعملوا مثل احتفالات انه والله ابن فلان ختم القرآن بنت فلان ختمت القرآن. هذه اللي بتصير يعني برمضان معظم الاحياء. ما شاء الله دمشق القديمه يا عم حاكيك. الله 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 الله, الله عيد ان شاء الله. الله يا الله الله وان شاء الله ان شاء الله بركي ان شاء الله الليل والناس الجاي بنصوره بالشام باذن الله باذن الله نلبس الكرافته هذه حقت ابو رزيقه.